معنا الأستاذ خالد بن فلاح السويدي، مساعد مدير عام بلدية الشارقة لخدمة المتعاملين في بلدية مدينة الشارقة. أستاذ خالد السلام عليك. عليكم السلام ورحمة الله. شحالك أستاذ خالد؟ الله يطول بعمرك، الله يبارك فيك. مرحبا يا راشد. فلأفرض أن الأستاذ خالد ساكن في منطقة الجزات، نعم، وساكن في بيت في منطقة الحكومة صرفت عليها والحكومة سوت لها مشاريع صرف صحي كرمك الله، وسوت لها طرق، وسوت لها أرصفة، وسوت لها حديقة أحياء، وسوت لها متاجر، وسوت لها كل الأشياء اللي يحتاجها المواطن في هاي المنطقة، ولكن حد من الناس سار وتحول، سار سكن فوق في السيوح، سكن في الرحمانية، وين سكن يعني؟ ويا هذا البيت اللي ساكن فيه خالد السويدي، الحين أنا أقول أفرض، أعرف أن خالد السويدي ما بساكن هناك، البيت اللي ساكن فيه خالد السويدي، البيت اللي حذاله صار وسواه 50 قطعة وأجره على 50 نفر، هل هذا بلدية الشارجة ترضى به؟ وإذا ما ترضى به شو الإجراءات اللي سوتها بلدية الشارجة؟ لأن أخ خالد لا يمكن تقول لي أن هذا مش موجود، هذا موجود لين اليوم ولين باكر والناس تشتكي منه. شو اللي سوت بلدية الشارجة حتى تحل الإشكالية هذه؟ وأتمنى تكون صريح وياي، وأتمنى إذا في دور جهات أخرى تسوي وياكم تقول لي البلدية ما تروم تقطع كهرباء، البلدية ما تروم تبلغ شرطة، البلدية ما قل لي شو اللي حاصل، لأن الناس ضجت، ما يعقل تشتكي في البلدية، تي البلدية تعطي راعي العقار انذار يشلهم عقب أسبوعين يردهم من أول جديد أو يرد غيرهم، لأني عارف أن البلدية ما بتسوي بشيء ولا بتقطع عنه كهرباء ولا بتسوي بشيء. وهذا على هذا قص، طبعا نحن نتكلم عن حالة الأخت حليمة اللي اتصلت قبل شوية، لكن نحن نتكلم الآن بشكل عام. تفضل أستاذ خالد. حياك الله يا راشد، شاكر لك حرصك وحرقك على اتصال أختنا حليمة. أنا سمعت المداخلة، وأنا أبدا براشد بكل وضوح ما أقول أن هذا الأمر مش موجود، هو موجود لكن نسبة وتناسب. إحنا خلنا نطول بالنا شوي ابو راشد وانا اشرح لك بكل وضوح. اليوم البلديه ياتيها عقد عائله، نفرض انها يعني اسيويه، عقد صحيح بين المالك وبين المستاجر ويأجر ويتم تمديد الكهرباء على هذا الاساس. ثم بعد ذلك اللي يصير ان العائله هاي تجيب عائلتين ثلاث اربع خمس ست او عشر عوائل حسب ما ذكرت اختنا حليمة من 8 إلى 10، وهي ممارسة خاطئة. فاللي نبغى نميزه بس بداية أن عند تأجير العين هذه أو البيت هذا كان العقد سليم والبلدية صدقت والشروط متوفرة، هذا رقم واحد. صارت ممارسات لاحقة، هي ممارسات خاطئة مخالفة لنظام التسكين، يخالف عليها المالك والمستأجر، الاثنين يتخالفون عليها. ثم تنطلق البلدية في إجراءاتها، إشعارات، إنذارات، إلى أن تصل لآخر مرحلة من مراحل الإشعار والإنذار، وهو قطع الخدمات. وهذا الأمر مثل ما ذكرت أنت موجود مع جهة أخرى لها سيادة، وهي هيئة الكهرباء والمياه في الشارقة. هذا جزء احنا ماشيين فيه، منطلقين فيه، جداول بيننا وبين الاخوه في الهيئه، يتم القطع حسب الاولويات العوائل. يعني نطول بالنا الاكثر لان في اطفال، في ناس على اجهزه، فاحنا نحاول قد ما نقدر نحل المشكله قبل ما نوصل للقطع، لكن اذا كان ولا بد يصير القطع. واللي ابى اكد عليه ابو خالد ان في المناطق السكنيه كانت الاولويه لدى البلديه وفرق عملها وتم تشكيل لجان مع البلديه ومع الشرطه واخواننا في هيئه الكهرباء اخراج العزاب والعمال من المناطق السكنيه بالدرجه الاولى. والحمد لله انا كاد اجزم ان اكثر من 95% من المشكله هذه عولجت في المناطق اللي هي ما بقول قديمه لكن اللي كثير من اهلها انتقلوا للمناطق الاجدد. ظهرت لنا مشكله ثانيه، البيوت هذه خلت فبدات تاتي تاجرها عائله عائلتين ثم يزيد العدد، وتظهر لنا ممارسه ثانيه ما كانت موجوده بوضوح في السابق او موجوده لكن على استحياء. ابو راشد اليوم انا عارف ان ثلاث اربع عوائل جاب البيتي لكنهم كافين خيرهم شرهم، انا كجاري ما عندي مشكله معهم، لكن للاسف لما
يصير مثل ما ذكرت انت ان المستاجر هذا ما استاجر او ما دخل عليه عائلتين ثلاث عشان يخفف قيمه الايجار، وانما اصبح هو عمل تجاري بحد ذاته، فصار يدخل ست وسبع وثمان. احنا نعتمد بالدرجه الاولى مع جولات التفتيشيه المفتشين نعتمد على تعاون الناس سواء كانت الاخت حليمه او غيرها، ويطلع فيها جوله واجراءات تمشي فيها البلديه لان تصل الى موضوع القطع. بالنسبه لحاله الاخت حليمه واي حاله اخرى إذا وصلت إلى البلدية ثق تماماً إن إحنا نتعامل بمنتهى الجدية مع هذه البلاغات. أنا طلبت من السلطان إني أديني البلاغات لا لشيء، وإنما حتى أتأكد هذا البلاغ وين وصل وكيف بعد أسبوعين يعني رجعت مرة ثانية له الخدمات المنزل هذا. لكن حرصاً على إن ما يبقى الموضوع هكذا بدون رد من البلدية، إحنا مسؤولية نتحملها براشد، وإحنا وضعنا في هذا المكان حتى نصل بالمستوى اللي يرضي الجميع، يرضي المقيم والمواطن ويرضي المسؤول وصاحب السمو، عن نعرف ان هذه المساله بالنسبه له حساس وما يقبل فيها اي تاخير. انا طلعت حتى اوضح هذا الامر واقول سواء كانت هذه الحاله او غيرها من الحالات. وتقول عطونا فرصه لمباشر حتى نشوف الموضوع بتفاصيله. اشوف هالحاله ليش رجعت بالضبط بالذات، لكن انا على ثقه تماما من الكوادر الموجوده عندنا ماشيين فيها الاجراءات. وانا كلمت الاخ سلطان انت تحت الهواء اليوم، انا لما ابعث قوائم الى الجهه المعنيه بقطع الخدمات ويصير انها تقطع حسب الاولويات الموجوده عندها. اليوم هم ايضا عندهم ضغط وهم عندهم ايضا تارجت معين، اهداف معينه يبون يوصلون لها. انا ما اتدخل في عملهم، لكن بالنسبه لي انا آخر لا لحظه ايش قال يعني قصدك اهداف معينه وتارجت معينه وهدف معين يوصلون له؟ متابعه المستهلكين عندهم اليوم نظام تشكيل العمال هذا ليس من اختصاصهم، هذا من اختصاص البلديه. إيه في النهايه في مواطن متضرر سواء كان من اختصاص البلديه ولا من اختصاص الكهرب. لابد الكهرب والبلديه والشرطه والضواحي يتعاونون كلهم لحل الاشكاليه هذه. اذا البلديه قالت هاي شغلتي والكهرب قالت هاي ما بشغلتي، ما بتحل الاشكاليه هاي، صح ولا لا؟ انت ما تروم تقطع عنهم كهرب ولا تروم تقطع عنهم مي. صحيح ثق تمام ابو راشد. بعض الحالات اللي وصلتنا وكانت فيها الامور بهذا الوضوح من التازم ما انتظرنا فيها بمكالمات هاتفيه مع الاخوه المسؤولين في الهيئه، وتعاونوا معنا لاقصى درجه، نصدر لهم كتب رسميه ويعطى اشعار 48 ساعه 72 حتى الوضع خلاص، هذا الكهرباء تنقطع البيت، لان ثبت عندنا احنا في شكل عزام قطع فوري للخدمات في الخلط. يعني دخلنا واتكلم والان انا على الهواء، دخلنا سكنات فيها خلط بين ذكور واناث. هي تقول 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 في بعض الاحيان تصير بعض الممارسات غير اخلاقيه. صحيح. تقول انا 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 يعني اترفع من اني انا اذكرها على الهواء شو اللي يصير بالضبط. جزاها الله خير. احنا ابدا ما انكر ان يعني مثل هالممارسات موجوده، لكن بتضافر الجميع ابو راشد. اليوم انا لما اطلع على الهواء واقول ان هذه المشكله موجوده راح اتصدى لها، لكن لما انكرها ما راح اعالجها. اليوم احنا عارفين ان هذا شيء مؤرق بالنسبه للاخت حليمه ومن مثلها، لكن ايضا نبغى شويه صعه الصدر في استيعاب انه مو بكل الامور عند البلديه بتكون بالدور اللي مطلوب منها، والجهات الثانيه ان شاء الله نتمنى انه يساعدون معنا بحيث ان تكون اولوياتنا في ان المواطنين او المقيمين اصحاب العوائل الموجودين في هالمنطقه وغيرها من المناطق المشابهه انه يامن على نفسه وما يكون في حاله قلق او في حاله انزعاج من جيرانه. سعادتك المناطق الجديده في الشارجه، لان احنا نتكلم عن الرحمانيه والسيوح تقريبا يعني وحتى مويلح، يعني اذا افترضنا انها من المناطق الجديده، هذه مسموح فيها اسكان غير المواطنين؟ لا. طيب هذا واحد من الأخوة يقول في الرحمانية صينيين، يعني حتى مش عرب يعني، ولا نقول الجنسية تقليلا من شأن الجنسية، يقول صينيين يسكنون في بيت، يطلعون من البيت يصيرون يسكنون في بيت ثاني. طيب هذه الرحمانية، رحمانية منطقة جديدة، أنت تقول ما يسمحون؟ احنا نتكلم الآن كقانون ما يصدق أي عقد، مع احترام لكل الوافدين حتى العرب. حتى العرب ما تصدق لهم اي عقد في مناطق محدده، وهذا الاختصاص الخاص بدائره التخطيط والمساحه، هم محددين المناطق المسموحه للمواطنين والمناطق غير مسموح فيها للوافدين وغير مسموح فيها للوافدين، فالرحمانيه والسيوح. لكن هناك بعض المشاريع الاستثماريه سواء كانت للحكومه او للقطاع الخاص، هذه البانين بروش مجمعات وفلل، لكن الحاله اللي يتكلم عنها الاخ اللي ابعث الرساله، في كان عندنا حاله قبل حوالي سنه صينيين ماجرين بيت وتم مداهمه المكان، لان احنا خلاص ما دام انه وافدين في هالمكان نرجع مخالفين يعني في النهايه، وتم اتخاذ الاجراء معاهم. فاذا هم انتقلوا الى مكان اخر
والجيران ما بلغوا، احنا ما بنعرف، لكن بالفعل. الاصل ان احنا مطمنين ان المناطق هذه ما فيها وافدين. طيب، ظاهره بدات تنتشر مؤخرا اخ خالد، ويمكن يعني كانت مطالبات عندنا هنا في البرنامج ولاسباب معينه، يعني من اجل حل اشكاليه معينه اللي هي البيوت المهجوره واغلاقها بالطابوق اذا صح التعبير، اغلاقها تماما بحيث انه ما تصير اماكن لتجمعات مشبوهه او غيرها، او حتى حيوانات ربما سائبه ولا غيرها. الان هذه الظاهره بدات تنتشر بشكل كبير، مش بس في البيوت، انا مريت امسات بعض الطرق التجاريه، محلات استاذ خالد مغلقه بطابوق. هذا المنظر صراحه مزعج، انك تجد محلات تجاريه مغلقه بطابوق. يعني هذا شو الانطباع اللي يعطيه الانسان لما يمر بمحل تجاري يشوف المحلات مغلقه بطابوق؟ صراحه المنظر ما استسغته يعني، فما ادري شو الاشكاليه في المساله هذه، بارك الله فيك. طيب انا بشرحها، بس يعني تطول بالك علي شوي. يلا انت الصبح تقولي طول بالك وانا مطول بالي، لان هذا الموضوع يحتاج الى شرح. هذا كان عندنا فيه اشكال الى قبل حوالي سنه، فصار في تراكم من المنازل والبيوت والعماير ايضا والتجاريه، المباني التجاريه سواء كانت دورين او ثلاثه او اربعه، مهجوره متروكه، وهي في النهايه املاك لها قيمه، سواء كانت منازل بيوت مهجوره صحيح. او كانت ولها اصحاب، ولها اصحاب، بعضها لها ورثه، بعضها لها قضايا، بعضها مجهول صاحبها وين، اخوه ملاك خليجيين غير معروفين وين، وكثير من الخلفيات وراء هذه البيوت، الى ان صدر قانون قبل حوالي سنه اذا ما تكون الذاكره، وهو حقيقه مختص قطاع ثاني لكن نحن مطلعين عليه. القانون هذا اعطى الصلاحيه للتصرف في هذه البيوت عبارت. بالهدم الى ان يراجع اصحابها والنظر في حالتهم حاله. فلذلك انا ما تحضرني الارقام، لكن اذا تيسر لي ان شاء الله ابعثها لاخونا ابو سلطان او منكم موجود في الغد موجود، عن عدد البيوت التي هدمت منذ بدايه العام في تداول بالبيوت اللي بيها الهدم والمباني كذلك، اللي قضيه الاغلاق بالطابوق وتشويه المنظر العام هذا كان حل مؤقت من عندي اي ممارسه خاطئه. احنا في المباني التجاريه في المناطق الصناعيه ما اوفيك صارت سكنات خاصه في الشتاء، كان العمال اللي ما عندهم سكن، العمال اللي صابين عطلات كانوا فاضطرين احنا نسكرها، واحيانا حتى الدور الاول نسكره حتى نمنع مثل هذه في فتره من الفترات. استاذ خالد، جنسيه افريقيه سكنت في بنايه قيد الانشاء لمده صحيح. يمكن اكثر من اشهر وهي قيد الانشاء، لا كهرب لا ماي لا ابدا، ما في اي شيء. صادق صادق صادق، وهذا ما ببعيد يعني، هذا هنا في الدوله صار هذا الموضوع يعني. صادق صادق صادق. فالممارسه هذه الحمد لله يعني او المشكله هذه حلت بالقانون اللي صدر، والان الهدم شغال. انا باذن الله عز وجل في الغد ازود اخونا ابو سلطان بالارقام وكم تم هدمه من البيوت اللي نفس هذه الحاله. الحمد لله يعني رقم كبير كثير لكنه مزعج. اليوم انت لما تطوف من اول شارع لاخره، لو كانت بنايه وحده سواء كانت على الشارع العام او منزل واحد في منطقه، بيظل هذا مشوه للرائي او لمن يمر ويشوفها بشكل طيب بطريقة. على العموم اذا بشوفون المساله هذه جزاكم الله خير وانتم مبغافلين عنها، وكذلك مساله الاخت حليمه وما شاكلها في حكمها جزاكم الله خير، لأن من الموضوعات المؤرقة المهمة، بارك الله فيكم. أكيد جزاك الله خير، مشكور، بارك الله فيك، جزيل الشكر الأستاذ خالد بن فلاح السويدي، مساعد مدير عام بلدية الشارقة لخدمة المتعاملين في بلدية مدينة الشارقة.